فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لي أن أخذ سيارة أجرة مع صديقتي للذهاب إلى المدرسة بإذن زوجي؟ إذا كان هذا في البلد، داخل البلد جماعة من النساء يركبن مع سيارة الأجرة، لا مانع من ذلك، ما في خلوة، محظور الخلوة أنها تركب وحدها مع السائق. أما إذا كنا جماعة من النساء زالت الخلوة، والحاجة داعية إلى هذا، ما في بأس إن شاء الله. أما السفر لا، السفر ما يسافر، ولو كنا مئات وألوف ما يسافر بدون محرم. وكذلك الانفراد مع السائق لا يجوز في حال من الأحوال. نعم.